وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة قال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن من بين أهم الموضوعات المدرجة في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية وبحث مواجهة تحديات مستقبل سوق العمل الناتجة عن تأثير التكنولوجيا، منوها بمشاركة مملكة البحرين الفاعلة في أعمال المؤتمر. أهم موضوع اليوم هو كيفية مواجهة التحديات في سوق العمل والناتجة عن تأثير التطور التكنولوجي على الوظائف والأعمال في المستقبل. هناك دراسات علمية وهناك مناقشات متعمقة لرسم سياسات أسواق العمل في المستقبل وبما يكفل استدامة توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين في كل دول العالم. تغيرات وتحديات مستمرة في تغيير أنماط العمل، في تغيير أنماط التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي، يعني الدول العالم متنبهة لهذا التغيير، ومملكة البحرين بأطرافها الثلاثة حكومات وعمال وأصحاب عمل لهم مشاركات فاعلة في أعمال المؤتمر من خلال دراسة هذه الموضوعات، وبما يكفل وضع الخطط المستقبلية أيضا عندنا في مملكة البحرين لمواجهة هذه التحديات المستقبلية.